وينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ عبد الله معروف. أستاذ عبد الله، كيف تابعت التصعيد من قبل الصهاينة في عمليات اقتحام المسجد الأقصى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يحدث الآن في المسجد الأقصى المبارك هو محاولة صهيونية لاستغلال الوضع بعد إعلان رئيس الأمريكي ترامب وإدارة الحالية قطعة من دورة الاحتلال الإسرائيلي. هذه المحاولة الآن يعني تنبع من فكرة أن الاحتلال ومشروع الاحتلال فشل في مدينة القدس وفشل في إظهار صورة يهودية لمدينة القدس. اليوم نشهد لأول مرة في التاريخ الحديث مجموعة من المستوطنين يرتدون ملابس في بناء على فكرة، يعني كانوا يقفون أمام باب المغاربة من الخارج، إضافة لاستقواء هؤلاء المستوطنين على أهلنا في سوق القطامين خارج المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة الاعتداء بل الاعتداء على عدد لا بأس به من المقدسيين. هذه الإجراءات الصهيونية كل سنة تتزامن مع ما يسمى بذكر خراب المعبد، ورأينا في العام الماضي بعد هبة باب الأقصى التي تمر علينا الآن سنتها الأولى ذكرها الأولى، رأينا كيف فشل الاحتلال الصهيوني في العام الماضي في إدخال الأعداد التي كان يتمناها. كان يرى أنه يمكنه أن يدخل 5000 مستوطن إلى المسجد الأقصى المبارك، وفشل في إدخال أكثر من 1800. اليوم أدخل 1000 مستوطن، لكن يحاول مداراة هذا الفشل فعليا والجمود بينها في الأعداد التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك، التي تقتحمه أيضا بمساندة الاحتلال الإسرائيلي وبدعم الشرطة الإسرائيلية، ولولا ذلك لا يجرؤون على الدخول، لكن تحاول أن تغطي على هذا الفشل من خلال يعني إضافة إجراءات جديدة كل سنة، منها في هذا العام المنادى بشكل واضح بالبناء ومحاولة إدخال بعض مواد البناء إلى داخل المسجد الأقصى المبارك والدخول بملابس الاستعداد لبناء المسجد عفوا لبناء المعبد المزعوم في أرض المسجد الأقصى. السيد معروف، بينما تتحدث عن الفشل نلاحظ يعني تزايد الاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى الشريف، فيما يبدو أن هناك ضوء أخضر للمتطرفين اليهود وكذلك بعض الوزراء لاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، كيف تقرأ ذلك؟ السيد الفاضل، هذه الحكومة الصهيونية نعم هي تعد الأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الصهيونية، هذا شيء معروف، ولكن الجديد في هذه الحكومة أننا نتحدث عن حوالي 7 وزراء، نعم 7 وزراء، بينهم وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان الذي يعتبر أحد أهم المناصرين لجماعات المعبد المزعوم، إضافة ل 13 عضو كنيسة أصبحت تمتلكها هذه الجماعات. هذه الجماعات فعليا عددها يا سيد الفاضل في المجتمع الصهيوني لا يزيد عن 2000 شخص فقط، لكن 2000 شخص عندما يكون لهم 13 مقعد في الكنيسة من أصل 120 إضافة إلى 7 وزراء من أصل 20 وزير، نحن إذا نتحدث عن قوة سياسية كبيرة تمتلكها هذه الجماعات، وبالتالي لا نستغرب وجود خط وجود ضوء أخضر فيما يعتبر متابعة للخط الضوء الأخضر الذي أعطته الإدارة الأمريكية فعليا لدولة الاحتلال الصهيوني من خلال الاعتراف بالقطعة في مدينة الاحتلال وافتتاح سفارتها في شرقي مدينة القدس، وبالتالي الشيء غير مستبعد وغير مستغرب. المستغرب فعليا هو خلينا نقول بوضوح هو لا أريد أن أقول الصمت بل التواطؤ الواضح من بعض الأطراف الرسمية العربية على المسجد الأقصى المبارك في هذه القضية. نحن لا نتحدث عن صمت مطبق على الحكومات العربية، كلام خجول من اتحاد البرلمانات العربية يوم أمس، ولكن في نفس الوقت نتحدث عن يعني بعض الأنباء التي تتكلم عن موافقة لبعض الأطراف العربية الفاعلة في هذه القضية على ما يسمى بصفقة القرن، والتي تقوم فعليا على أساس تسليم مدينة القدس بالكامل إلى الاحتلال الصهيوني والتغاضي عن الوجود الصهيوني داخل المسجد الأقصى المبارك. وهل القصف الصهيوني المتصاعد على قطاع غزة علاقة بهذه الاقتحامات المتكررة من قبل المتطرفين اليهود؟ طبعا ما يحدث في قطاع غزة فعليا يعني محاولة لفت الأنظار عما يجري في القدس أولا، ثانيا محاولة لاستدراج المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لحرب يعني قد تكون مدمرة على قطاع غزة فيما يشل قدرتها على يعني إنجاز أي شيء متعلق بالمسجد الأقصى المبارك في حالة الاحتلال في حالة الاعتداء المباشر على أرضية المسجد الأقصى المبارك واقتطاع جزء منه كما يريد بعض هؤلاء بعض الجماعات المتطرفة. لذلك طبعا كلها تسير ضمن مسار واحد في الفاضل، يعني الاعتداء على قطاع غزة
والثمار الحصار عليه، أيضا التشديد على أهمية الضفة الغربية وقانون القومية، وهو من أخطر القوانين، بل أخطر قانون صدر حتى الآن منذ قيام دولة الاحتلال الصهيوني في فلسطين. هذا القانون يستهدف أهمية الأراضي المحتلة في عام 48 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وبالتالي يمنعهم فعليا بكل بساطة من كافة حقوق المواطنة التي تعني بالضرورة أنهم لن يستطيعوا نشر في المسجد الأقصى المبارك. هذه الأمور إذا كلها تسير في بوتقة واحدة وتسير في خط واحد، لكن الدور الآن على الشعوب العربية، لا أقول على الحكومات العربية، الدور على الشعوب العربية والإسلامية التي يمكنها أن تقف يعني كحجر عثرة، هي الحجر العثرة الأساسي أمام هذا. ما الذي ينبغي على الشعوب أن تفعله يا أستاذ عبد الله؟ بالنسبة للشعوب، أولا يجب أن نخاطب أهلنا في الداخل الفلسطيني رقم واحد، في داخل مدينة القدس، داخل البلدة القديمة في القدس يوجد 35,000 مسلم، يمكن أن 10% منهم فقط أن يوقفوا هذه الاتهامات. نحن نعرف أن عليهم ضغط كبير جدا وأن عليهم تشديد كبير من الاحتلال الصهيوني، ولكن قضية المسجد الأقصى المبارك لا تحتمل التأجيل ولا تحتمل يعني أن تكون رقم اثنين في هذه القضية. أيضا أهلنا في الضفة الغربية عليهم أن يقوموا في وجه هذه السلطة ويوقفوا التنسيق الأمني بالقوة فعليا. فالاحتلال أخشى ما يخشى فعليا الاحتلال أو أكثر ما يخشى الاحتلال في الضفة الغربية هو قيام انتفاضة ثالثة، وبالتالي إن لم تقم الانتفاضة في أراضي الضفة الغربية في وجه الاحتلال بسبب المسجد الأقصى، على ماذا ستقوم إذن؟ أما أهلنا في الخارج الذين لا يستطيعون مساندة إخوانهم مباشرة على الأرض والقدوم إلى مدينة القدس ومساندة أهلهم على الأرض، فعليهم على الأقل أن يوصلوا الصورة، أن يوصلوا الرسالة لأهلنا في الداخل، رسالة الدعم سواء المادي أو المعنوي، لأن أهلنا في القدس يحاول الاحتلال الصهيوني أن يثبت في أذهانهم فكرة أنهم وحدهم في الميدان. فاليوم الفيسبوك وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي لم تترك لأحد أي مجال إطلاقا للتساهل ولقول أنه لا يستطيع أن ينصر هذه القضية. يمكن أن توصل صورتك ورسالتك لأهلنا في القدس، وهذا أقل ما يمكن على كل واحد منا أن يقوم به. عبد الله معروف المحلل السياسي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.